فخلينا نشوف اول شيء وشك وراي. ما باوع عندي لازم. لا ما تباوع. اوكي. فشي نستخدمه نخليه على شعرنا حتى ينظفه يعني. شامبو جل. الاولى. شامبو. علي صورة فنان عراقي قديم كلش ومعروف. من الابيض واسود يعني. هواي اكو. هو نجم المقام الاول ويمكن اول فنان عراقي صار عربي. ناظم الغزالي؟ صح. هسه شنو صار عندك؟ شامبو علي صورة ناظم الغزالي. محطوط فوق فتشي يحبوه الاطفال يعني ينصنع من الشكر. لونه وردي هيجي. يشبه القطن. يعني هذا الشامبو اللي عليه صورة ناظم الغزالي محطوط على فتشي هو هذا اللي انا بدي اقول لك اياه هسه. اللي هو من السكر يعني؟ اي ولونه وردي بالعاده. يبيعوه شعر بنات؟ اي هسه شنو صارت الجملة؟ شعر بنات؟ اي هسه شنو صارت كلها؟ صار شامبو ناظم الغزالي عليه صورة ناظم الغزالي وشعر بنات محطوط على شعر بنات تقدر تشوفه هسه. يلا نشوف اللي وراها. بس لا دعايه. التفت التفت خلاص راح تطلع لوراها. بس هاي حلوه هاي والله. يعني شامبو حلو هذا. نرجع لي ما حد يفكر بهالموضوع. جبتها هسه مشيناها صح. هسه نشوف اللي وراها. يلا هاي يمكن شوي اصعب. اوكي. هاي صدق شيء ما يشبه شيء. عالم اخترع قانون الجاذبيه. نيوتن. صحيح. اوكي. طالع له فتشي يطلع من المصباح. الضوء. لا من المصباح السحري. المارد. صحيح. او يعني جني. اوكي لا مو جني ماكو جني. أيه. مارد. وهذا المارد او الجني لازم بيده فتشي نستخدمه بالاتصال. عليه تفاحه معضوضه. الابل. اي اسم التليفون شنو؟ ايفون. اي هسه شنو صارت الجمله؟ أيه. نيوتن. نيوتن لازم طالع له جني. طالع له جني لازم الايفون. صحيح. اوكي. بس حلوه هاي السالفه. نشوف الثالثه. هاي الاخيره اذا جبتها احنا فايزين. يلا اوكي. وراها انت ترى راح تحزرني بالمناسبه. ثلاثه. اوكي. حيوان اليف. الكلب. صحيح. يسوي فتشي معقد يصير بغرفة العمليات. يستخدمون ب بغرفة العمليات؟ اي شو نسوي بغرفة العمليات؟ عملية جراحية. جراحية. ولابس شنو يلبس اللي يسوي العملية الجراحية؟ الازرق يلبسون ازرق. يعني شو يسموه زي دكتور. زي دكتور. زي دكتور صحيح. دورك. جبتهم. زين الكلب شو له علاقة بالموضوع؟ ما هو شيء ما له علاقة بشيء. يلا شلونك بالشرح؟ مطربة لبنانية مشهورة. لبنانية مشهورة؟ لبنانية مشهورة. و ناسي؟ لا. اليسا؟ اي اليسا. تشتري زين فتشي احنا نلبسه يعني بأناقتنا فستان؟ لا بعد. وين لبسه؟ بالرجلين. حذاء. تمام. اليسا تشتري حذاء. اي من فشي نتسوق. نتسوق من السوق؟ لا من فشي احنا معروف عندنا بالعراق. نحبه كنا نحبه رخيص يكون. يعني فشي مو اسواق مو مول يعني بس فشي بالشارع يبيعوه. اي شو يبيعون بيه؟ يبيعون بي يعني ملابس وشغلات وستار. اي بالا. اليسا تشتري هدوء. اليسا تشتري حذاء من البالا. لازم من الكعب. بس من البالا خطيه. من البالا تخيل اليسا من البالا. زين هسه الصوره الثانيه. زين فنان مشهور عراقي. عراقي من جيل التسعينات. حاتم. لا كاظم. كاظم من التسعينات. لا كاظم الثمانينات. زين وضح لي عليه بعد. وقريب عليه يعني. قريب عليك. خاف انت. انت مهندي مهند محسن.
يلعب لعبة بها ذكاء. يلعب ورق؟ لا، بها ذكاء وبها تفكير وهواية. شطرنج. الشطرنج. ويا لاعب، أعظم لاعب بتاريخ الكرة. متفرق بالنسبة لمنه؟ بالنسبة ل... لا، هو أعظم لاعب. أعظم لاعب كريستيانو رونالدو؟ لا، شفت ميسي. لا، أنا مو كش متابع قوي. ريالي، أنت ريالي. يعني هسه مهند محسن يلعب شطرنج ويا ميسي؟ اي بس انت ريالي، عرفت انت. بس هو ميسي احسن لاعب. انت ما تقول ابد، بس هسه كشفتك انت برشلوني. لا والله. زين. لا لا، انا مو، انا ما يعني، انا احب اللعب الحلو. انا احب كريستيانو، احب ميسي، هم لاعبين عظماء، بس ميسي فد شيء يعني. يلا الاخيره. خلي تطلع. اوكي يلا خلي تطلع. زين. شخصيه يعني سينمائيه بس مو واقعية. هذول اللي يطيرون. ها، سوبرمان؟ لا، غير سوبرمان. يطير؟ يطير، هم يطير يعني، هم يطيرون ويشي ويسوون معجزات عظيمة للبشر. الخير طبعا. باتمان؟ باتمان. باتمان؟ اي باتمان. اي شايل بيده شيء احنا نحبها بالعراق. يعني ناكلها نحبها يعني، ونقصها بالسكينة هيك طيبة حمراء، خضرة حمراء جو. باتمان شايل رقية. اي هذا رقية. ايه الرقية حاطة فشي عليها. رقية حاطة شي عليها؟ اي فشي عليها شي يعني. شلون راسمين رسم عليها؟ ها يعني شنو هو الرسم؟ رسم خالين عليها يعني، شلون مجمليها يعني، مجمليها بفشي حلو. مكياجيها يعني؟ مكياج. شنو؟ الرقية متمكيجة. بس هي لعبة حلوة هاي، تعرف يعني. عجبتك؟ اي عجبتك. بس تخش تشرح. لا مو انا احاول يعني، يعني احاول اوصل لك الفكرة. لا لا مضبوط. وتعلمتني الموضوع. الحمد لله. شكرا، خلصت هاي اللعبة. رجعونا اللوب.